صباح الخير عليكم، صباح النور، مرحبا بكم قناتي وقناتكم. مرحبا بكم مع اختكم مينا. اليوم ان شاء الله ما جبت شي وجبات ديال يعني الطبخ، ولكن اليوم صراحة عندي عيد الميلاد ديال بنتي. المهم راكم عارفين اليوم الدراري من كانوا صغار كنا نديروا الحلويات، نديروا اليوم دابا هما كبروا يبغيو غير الطرطه وشي داكشي المالح المملحات، يعني ما يبغوش الحلويات وداكشي. المهم انا صوبت لها هاد الطرطه ديال تريست شوكولاتي، انا عاد ما درتهاش يعني في المكان ديالها كما كتشوفوها هي. صوبتها لها في الليل، راها نتوما تشوفوا صبحت مزيانه. درك من بعد نحطوها في الديكوراسيون ديالها. غير بغيت نشارك مع شاركت معكم هاد الطرطه، درتها في الليل وكنت مشغوله بزاف، يعني ما كنتش قادره باش يعني نشاركها معكم صراحه، ولكن زعما حبيت نشارك معكم يعني الشيء ديال بنتي وداكشي. المهم كما كتشوفوا غادي نرد لها هكذا باش نردها في الثلاجه، حيت هي عندها عيد الميلاد كما كنقولوا تاع العشية، ولكن انا كنوجد لها هذا الشيء دابا يعني في الصباح. شي الصباح راه يعني الوحده حرانا نوجد لها. المهم غادي نشارك معكم شنو يعني درت لها وصافي. المهم الطرطه ديالنا هي هذه كما كتشوفوا، مازال نحطوها في هذا اليوم. المهم طرطه تريست شوكولاتي، كنت اول طرطه باش حليت القناه ديالي هي بطرطه بحال هذه ديال تريست شوكولاتيس، ولكن تمحات لي، ما عرفت كيفاش تمحات لي، ما راهاش كاينه في القناه. المهم خلينا هذه الطرطه اللي صاوبت، ودابا غادي تزيد تشري وحده. المهم غادي نشارك، بغيت نشارك معكم هذه الفكره يعني ديال طرطه يعني بالكروكيطاس، وبغيت نشاركها معكم. المهم هي هذا هو يعني القالب فاش غادي نحط فاش غادي نمونطيو الطرطه ديال الكروكيطاس. كما كتشوفوا انا هذا كبير فيها 4 ديال الطبقات كما كتشوفوا، ها هو كما كتشوفوا. انا ما غاديش ندير 4 ديال الطبقات حيت كثير داكشي كثير. هذه كامله ترفد شي 240 كروكيطه، يعني خصها يكون مثلا شي حفله يكون فيها 40 ولا 50. انا غادي نحاول نفدي هذه غادي نحيدها هذه الكبيره، وغادي نمونطي هذه كما كتشوفوا. ها هي نتوما تشوفوا ثلاثه ديال كما نقولوا ديال الطبقات. هذه هي هذه. انا بغيت نشارك معكم هذه الفكره، يعني اللي عنده وليدات وغادي يدير عيد الميلاد بغى يدير. المهم هذه هي غادي انا نديرها هكا. هذه ترفد لي، المهم كترفد 120. انا غادي، المهم انا غادي نبدي نخدم معكم وغادي تشوفوا، ونشوفوا في الاخر نقول لكم شحال هزت لي كروكيطاس دياولي. انا تقريبا راني قريب نوجدهم، ها هما يعني راني بديت نطيب، ها هما يعني راني عاد مازال ما كملتلهمش الطياب، راه عندي 120. المهم انا غادي نبدي المونطي معاكم، وراه في نفس الوقت راني نطيب. المهم كما شفتوا بحال هكذا، هذا غادي نحيدوا هاد الجوج اللي الفوق، وغادي نبديو نمونطيو في كروكيطة ديالنا كما كتشوفوا هكا. شفتوا تكون عندكم واحد الفكره، من بعد غادي تكون عندكم طريقه الحل باش تحطوها فوق، تقدموها للتزيين كما هكا. وغادي ندورو معاها كامله كما كتشوفوا ها هي. والمهم انا غادي ندور معاها كامله، كل واحد طبق غادي نشاركو معكم، وفي التالي نوريكم النهايه ديالها كيفاش غادي تجي كما كتشوفوا. بغيت غير باش نعطيكم الفكره يعني مزيانه، باش ما هيا نحطوها هنا حسن، كتكون محطوطه فوق الطبله ولا البوطاجي ولا، وتكومسيو وتشوفوا بحال هكا باش تقادوا الكروكيطاس. الا كانت مثلا شي وحده كبيره
تعيدوها نخليوها باش غادي نعمرو هنايا، فهمتوا؟ يعني غير هكا وكتشدوا الفاليوس ها هي هانتوما. باش داكشي يعني فكره بنادم ياخدها مزيانه مزيانه تجي هكا في عيد الميلاد، هي هاد الكروكيطات مع حلويات وداكشي هي باش شفتو هكا نبداو نمونطيو فيها. وهاني معكم حتى النهايه كما كتشوفوا، انا هاد الاطار الاول هاني خدمته ها هو هانتوما هانتوما، هذا الاول خدمته. غادي نعاود نبداو في الزواج، هاد الاول انا هو هزلي 34 باش نعرفو يكون باش حتى ملي نبغيو نديرو الكروكيطاس يكونو عارفين يعني شحال غادي تهزلنا. هانتوما تشوفو هذا هزلي 34 ودابا غادي نزيدو وهاني معاكم. كما قلت لكم فاش نكونو يعني نمونطيو هاد الطرفة ديال الكروكيطاس نحطوها هكا باش نبقاو نقادو باش ما تجيش واحد الكروكيطة طويلة ومن نجيو نحطوها تجي مايلة وما تجيش يعني كتكونو بحال هكذا بحال هاد الشكل حاطينها هكا فوق الطبلة. والكروكيطة اللي تجيكم يعني بطبيعة الحال ما غاديش يكونو كلشي متقادين الكروكيطاس قد قد، الكروكيطة اللي تجيكم شوية طويلة تحيدوها باش نعمرو هاد الوسط يعني ما غادي تضيع حتى شي حاجة. مهم هاني تابعوا هاني معاكم. كتشوفوا الاطار الاول ها هو اللي خدمته ها الطبق الزاوج ها هو، غنحسب لكم شحال فيه، واحد جوج ثلاثة شوية نحسب لكم شحال هزها الزاوج، واحد جوج ثلاثة هاد الطبق الثاني هز لي 23، نظن بلي راه غادي تكفيني باش ندير ربعه ديال الطبقات كاملين. المهم ها نتوما معايا غادي نهزو هذا كما كتشوفوا، كتشوفوا نحاولوا نحطوه يعني في الوسط هانتوما تشوفوا باش ما يجيش يعني جهه على جهه ماشي بحال بحال كما كتشوفوا. ها هو حطيته في الوسط الوسط ديال هذا صافي. دابا غادي نشدو هاد الكروكيت اللي كان جانا شويه كبير وغنبقاو نحطو فيه هنايا كما كتشوفوا ها هو حتى هو ها هو نعمرو به هاد الفراغ. كما كتشوفوا كتجي رائعة هاد الطارطة ديال كروكيطاس صراحة. الدراري ولاو اليوم يبغيو غير هادشي في عيد الميلاد. حاجة وحدة ما قلتلكمش عليها، الكروكيطاس خصهم يطيبو مزيان وما يطيبوش في المقلاة وتبقاو تقلبو فيهم، راه غادي ما يجيو يتهرسو لكم وما تجيش يعني الطارطة زوينة. غادي اصلا الا تفتحو ما غاديش يلصقو لكم، خرج لهم كاع الوسط. الفريدوره طيبوهم في الفريدوره ويكون الزيت سخونه سخونه يعني تعد توصل الدرجه النهائيه في الحراره، وما تكثروش في الفريدوره، الا كثرتوا وعمرتوها غادي كلشي يتهرسوا. قلت لكم الكروكيطاس طلعت عليا البنت الهضره، الكروكيطاس خصهم يطيبوا في الفريدوره والفريدوره ما تفوتوش فيها 6 ديال الحبات. انا غير درت فيها واحد 8 ولا 9، كي كثر الكروكيطاس يخسروا يتهرسوا كاملين وتمشي يمشيو كامل، يعني دائما 6 ديال الكروكيطاس يكون كل وحده بعيده على الاخرى باش يجيوكم الكروكيطاس
يكون تخرج لكم يعني الطريقة ناجحة وخرج لكم على هذا الشكل وشادين رصانهم باش تقدروا تسوي لهم الطارطة كما شفتوا معايا. ها راني كاع انايا هاني عمرت هذا الطبق الاول، هاني معكم تلزا. رجعت معكم بعد ما كملت التورطيات دياولي، ها هما درت لها أربعة كما كتشوفوا، والطارطة تريست شوكولاتي هي هذه اللي درتها، وهذه ديال الكروكيطاس. شوفوا كيفاش جات رائعه، يعني جات زوينه بزاف بزاف كما كتشوفوا. يعني عطيتكم هذه الفكره، حبيت نشارك معكم يعني الفكره ديال الفيديو. يعني الاساس ديال الفيديو هو الطارطه ديال كروكيطاس. كاين اللي ما تكونش عنده هذه الفكره، صراحه انا ما كانتش عندي غير واحد صديقة إسبانيولية هي زعما اللي عطاتني هاد الفكرة باش درت هاد الطارطة ديال الكروكيطاس. وزدت لها أنايا هاد الطارطة ديال تريست شوكولاتي، وهادي يعني الطارطة غير شريناها، غادي عاد دير لها ديكوراسيون حيت ما غاديش نديرو هنا في الدار، غادي نديرو في واحد الباركي. المهم في الفيشطة يعني في الباركي ما غاديش نقدر نصور لكم حيت بزاف ديال الحوايج. يعني كما قلت لكم ما غاديش نصوروا في الباركي في الفيشطه، ما الحفله ما غاديش نصوروا حيت الناس ما بغاوش يتصوروا. انا حبيت غير نشارك معكم كاع الاساس، قلت لكم كما قلت لكم سابقا الاساس ديال الفيديو هو بغيت نشارك معكم هاد الطارطه ديال الكروكيطاس. شكون عندكم هاد الفكره؟ هاد الاطار فاش يعني تمونطيو الطارطه تقدروا تشريو الصوار. درنا هادشي، ودرت هاد ربعه ديال التورطياس كما كتشوفوا، درت لها ربعه، وهذاك يعني السوسيط غادي يديوه وحتى الباركي ويعمروه باش يديروا له المايونيز وكيتشو داكشي، يعني ما يجيش نعمروه هنايا حتى للباركين. وهادو يعني المشروبات كما كتشوفوا هنايا، كل واحد ما يبغي. راكم عارفين ولاد اسبانيوليس تقريبا كيشربوا بزاف غير هاد النيستي، يعني تعجبهم هاد النيستي بزاف وتعجبهم. وحنا شرينا كوكاكولا وفانتا وكواريوس. المهم هذا هو يعني الفيديو شاركته معكم، وغادي نشوف الا قدرت نصور يعني نصوره في الحفله غادي نزيدوه، ما قدرناش. المهم انا عطيتكم بعدا الفكره ديال الطارطه، شاركت معكم الطارطه ديالها هذه، واخا ما شاركتش معكم يعني ما شاركتش معكم كيفاش درت لها، ولكن ان شاء الله مره اخرى غادي نشاركها معكم. وهذه راني تبعت معكم من الاول حتى الاخير. التورطيه حتى هي ما شاركتش معكم حيت ما عنديش الوقت صراحه، الوقت ضيق. ولكن التورطيه راني يعني حاطه التورطيه في القناه، داكشي اللي قلت بلا ما نعاود نشارك معهم التورطيه. المهم هادشي اللي كاين، ايوا هادشي اللي بغاوهم يعني الحلويات، يعني غير في الطرطاس شي لاخر مملحات حيت هما ما يبغوش. وزيد عاد عليها هذاك الشيء ديال الدقرميلات وهذاك دوك المسائل، يعني ما صورتهمش معاكم، هذوك راه ما صورت معاكم غير الحوايج اللي يعني درت في الكوزينه. هادشي اللي كاين، الشيء الاخر راه هذا، المهم كاع دوك الشيء ديال عيد الميلاد راه نشري، وهذاك الشيء صافي. هادشي اللي كاين حبيت نشاركو معاكم في هذا الفيديو، ونتمنى كاع اللي عندها شي وليد ولا بنيه ان شاء الله تحتفل بعيد الميلاد ديالو، وعقبال ان شاء الله الف سنه. واش غادي نقول لكم، فيديو ديالنا اليوم يعني هذا هو يعني اساس ديالو، وهو التورطيه دي كروكيطاس. و17 عام ان شاء الله راه كملت بنتي 17 عام، وعقبال وليداتكم ان شاء الله كاملين. حتى هذيك الطارطه يعني كتجي زوينه بزاف ديال تريست شوكولاتي، كتجي رائعه، وصراحه طلبوها لها صحاباتها. صراحه هي راه غادي دير في الباركي غير مع الاميغوس ديالهم، يعني البنات اللي يقراو معاها وداك الشيء، يعني ما غاديش نديرو حنا كذلك حتى الدار ما نقدروش نديرو فيها، راه حنا نديرو في الاوبرا ما نقدروش، يعني حنا نصاوبو ما نقدروش نديرو عيد الميلاد في الدار.
هما بغاو يديروا في الباركي كبير، كاين واحد الباركي كيديروا فيه هكا عيد الميلادات وداك الشيء زوين، فيه البروده والطبيعه وهداك الشيء. المهم غادي نحاول باش نصور تما شي فيديو نزيدو على هذا الفيديو، والا ما صورتش المهم بعدا راني صورت شاركت معكم هذا الشيء ديالنا وصافي. هذا الشيء اللي كان عيد ميلادك يا غالي، عيد ميلادك يا غالي.